في تقرير صدر اليوم في صحيفة البيان تم رصد أبرز الإنجازات الاستراتيجية التي حققها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سنتعرف عليها الآن في فقرتي هذه. قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي حقق إنجازات استراتيجية عديدة ساهمت في الارتقاء بالآليات والممارسات في مختلف الأسواق التجارية في الإمارة. وحسب مؤشر ثقة المستهلك الذي يرصد انطباعات وتوقعات المستهلكين حول أربعة محاور، وهي الوضع الاقتصادي، الموقف المالي، الموقف الوظيفي وإمكانيات الشراء، كانت نتائجه كالتالي: ارتفع مؤشر ثقة المستهلك خلال السنوات الأخيرة بين 2011 إلى 2013، وكما هو موضح فقد ارتفع المؤشر من 135 نقطة في الربع الأول إلى 143 نقطة في الربع الثاني والثالث من عام 2013. من المبادرات النوعية أيضا التي أطلقها القطاع هو مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلك، والذي يستند إلى معايير معينة مثل رضا المتعاملين، عدد الشكاوى، الوقت المستغرق لحل الشكاوى، ومقارنة أسعار المنتجات. ويضم هذا المؤشر تقييم 1139 شريحة للمستهلكين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات للحصول على أفضل قراءة للمؤشر. وفي إحصائية لزيارات الميدانية التي قام بها قطاع الرقابة التجارية فقد زاد عدد إجمالي الزيارات كما نلاحظ إلى 50,000 تقريبا زيارة خلال عام 2013 مقارنة بتقريبا 49,000 زيارة في عام 2012. أما عدد شكاوى المستهلكين فقد ارتفع أيضا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة وإلى أن وصل في العام 2013 إلى 11,414 شكوى مقارنة مع 8,776 شكوى في 2012. وهذا طبعا يعد ترجمة للحملات التوعوية التي يطلقها القطاع لنشر ثقافة حقوق المستهلك وحمايتها. ومن البنود التي استحوذت على النسبة الأكبر بين أنواع الشكاوى هو بند عدم الالتزام بشروط الاتفاق، وسجل 4073 شكوى من إجمالي الشكاوى التي استقبلها القطاع خلال عام 2013. وأيضا من المبادرات التي أطلقها القطاع هو تفعيل نظام الإشعارات لجميع المخالفات أو طلبات الاستدعاء، وقد بلغ عدد الرسائل النصية التي وردت 20,816 رسالة. وبالنسبة للقطاع الذي تصدر باقي القطاعات من حيث الشكاوى خلال العام الماضي هو قطاع الخدمات، وقد بلغ عدد الشكاوى على الشركات العاملة فيه 3,356 شكوى، وجاء قطاع الإلكترونيات في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة قطاع السيارات. أيضا بناء على الجهود التي بذلها قطاع الرقابة التجارية لتوعية المستهلك فقد حقق إنجازات تمثلت في استقطاب 27 متحدثا من أصحاب الفكر والإبداع وصناع القرار، وتركيب 150 لوحة جانبية بشعار حماية المستهلك في مواقع مختارة من دبي خلال العام الماضي. وأيضا استقطبت قرية المستهلك الصغيرة التي نظمها قطاع الرقابة التجارية 6,321 زائر في مركز مردف سيتي سنتر العام الماضي، بالإضافة إلى استقطاب 54 مشاركا في أكاديمية اقتصادية دبي للتأهيل التجاري، وذلك ضمن دبلوم التميز في خدمة المستهلك بالتنسيق مع جامعة الشارقة باللغتين العربية والإنجليزية. إذن سلطنا الضوء على أبرز الإنجازات التي حققها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي. نعود الآن إليك مايا.